الله إليك. يقول السائل: ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟ المرجئة قسمان، القسم الأول المرجئة المحرم وهم الغلاة، وهم الجهمية هو عالم الجهل والصفوان، فإن الجهل والصفوان يتزعم أربع طوائف أو الشهر يوضع في أربع عقائد، عقيدة في الصفات وأخذها عنه الجهمية، وعقيدة في الإرجاء وأخذها عنه الإرجاء، وعقيدة في الجبر فإذا العبد مجبور على أعمال وأفعال وأخذها عن جبريل، وعقيدة فلا جنة والنار، وقل فلا جنة والنار، هذه أربع عقائد خليفة اشتهر بها الجهل. فالمرجئة اللحظة يتزعمهم الجهل، وعقيدتهم في الإيمان أن الإيمان مجرد معرفة، مجرد معرفة الرب بالقلب، من عرف ربه بالقلب فهو مؤمن، ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بالقلب. فإذا المرجئة المحضة رئيسهم الجهل والسلطان، وهم الجهمية عقيدتهم في الإيمان، الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى أيضا هم العلماء بهذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال تعالى عن إبليس: ربي أنظرني إلى يوم القيامة. ويكون فرعون مؤمن أيضا على هذا التعريف لأن فرعون يعرف ربه بقلبه، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وذكر ابن القيم رحمه الله الكافية الشافية فصلا طويل في بيان معتقد المرجئة المحضة، وقال إنه أخفى هذا مدة ثم أظهر عقيدة المرجئة هذه العقيدة، وقال إن من عقيدتهم إن عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقلب، وأنه لو فعل أعمال كفرية مع ذلك فلا يؤثر في إيمانه، ولو سد الله أو سد الرسول أو سد بها الإسلام وقتل الأنبياء والمصلحين وهدم المساجد وفعل كثير من كرف فلا يكفر ما دام عرف ربه بقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أكثر وهو أكثر قول فينا في تعريف الإيمان، وهو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، وشرف أبو الحسن الصالحي من القدرية، ويليه في فتاة قول الكرامية الذي يقول: الإيمان قول هو نطق اللسان، النطق باللسان فقط، فمن شهد أن لا إله إلا بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. فيقولون يلزمهم على هذا ويسمونه مؤمن كامل الإيمان، إذا نقرأ بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، فيلزم على قول الكرامية أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. وهذا من أعظم الفساد أيضا، يلي قول الجهل بالفساد. أما الطائفة الثانية من المرجئة فهي مرجئة الفقهاء، قال مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وهو من قال لذلك الأعمال الداخل غير داخلة من مستوى الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، هم يعتقدون أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان عند أكثرهم، وقال آخرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وهذا الرواية على أكثر أصحابه، والرواية الثانية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، وأن قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. وعلى هذا الرواية يوافق قول الماتريدية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، ولكن الأعمال مطلوبة، الأعمال مطلوبة، صلاة الزكاة والصوم والحج، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله يستحق الثواب والمجد، ومن فعل الكبائر فإنه
يستحق العقوبة ويقام عليه الحد، ولكن لا يسمونه إيمان، يقولون الإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحد في محمد العمل. وجمهور أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، هو جزء من الإيمان، هو واجب هو الإيمان، الأعمال من الإيمان، الأعمال واجبة هو من الإيمان، ومرجع في النوح يقول الأعمال واجبة وليست من الإيمان. ولهذا قال من قال إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي، فقال بهذا شارح الطحاوي، قال إن الخلاف بينهم لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.